فوق الأربعين بسنين يا معين كل من شافه قال عنه مسكين مو رياضي مستحيل تشوفه يوم في ممشى ما يمشي بس ممكن يتدحرج من كبرى كرشة في يوم اضطر يقضي بعض المهام ما يحب المشي بس للضرورة أحكام هو راجع لبيته في الطريق بسلام في درب نادي وجمهور ولاعبين وحكام شكله دوري الحي إلا والكورة فجأة قدام واحد رفع جواله الموقف طريف أمامه يا عمي شو مسكها بيده شاتها بقدامه رتب هدف ما يقدر يجيبه كريستيان لو جاتك الفرصة الفرصة لا تفوت بالنية النظيفة يتبارك الكون لا تراجع أو سكون انزل بكل الكون شوتها عطاي ولا ثبتها وشو طلاب آخر سنة في جامعة فاخرة شعارها من هنا يخرج العباقرة في المختبر محضرين وما حد فيهم غاب اليوم تطبيق عملي بدون كتاب قال البروف بين يديكم الأمر بس انتبهوا تغلطوا ممكن الغلطة والقبر مع إنهم دوافير بس في الأخير عفس المكان ما تشوف إلا دخان ونوافير صاحبنا ارتبك من الربكة رجع خطوات خبط في رف وخلط المركبات كل العيون تراقب الموقف ذا في انتباه طلع هو الوحيد فيهم اللي جات صح معاه لو جاتك الفرصة الفرصة لا تفوت بالنية النظيفة يتبارك الكون لا تراجع أو سكون انزل بكل الكون شوتها عطاي ولا ثبتها وشوت رجال محترم ماشي في حال سبيله مستور الحمد لله وعنده بيت يعيله معاه عجيب زي ما نسميه في جدة يشيله ما يدور المشاكل ولا يبغاها تجيله مرة شفته رايح الدوام جنب سور بنا مشطب على الشارع العام بالغلط زلق وخش على براميل الدهان حاول يدارك الموقف قدر الامكان غلبان يمسح الجدار بفمه وضمير قلقان لان المرة مكنوه تصوير يحسبونه فنان على قد نية وجاه جت الجوائز والمكانة والملايين والجاه لو جاتك الفرصة الفرصة لا تفوت بالنية النظيفة يتبارك الكون لا تراجع او سكون انزل بكل الكون شوتها عطاي ولا ثبتها وشوت